السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناة بيت أم ريان. كنتمنى تكونوا كلكم بصحة جيدة وبأفضل الأحوال يا رب العالمين. اليوم غادي نتقاس معكم فيديو جديد كما هي العادة، وغادي نشارك معكم التحليه هذه اللي صراحه كتجي رائعه، والمذاق ما نقولش لكم، مذاق بالقهوه. وقبل ما ندوزوا لا فيديو، كنتمنى لي اول مره كيشوف القناه فما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد الفيديوهات. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج في هذه التحليه 120 غرام ديال البسكوي ونصيط رود الحليب، و 280 غرام ديال القهوه اللي عندي في داك الغرف، ونص كاس ديال سنيده او 4 المعالق كبار، وجوج ديال ساشيات ديال فلون كاراميل، و 50 غرام ديال الشوكولا البيضاء. فغادي ناخذ داك البسكوي هذا 120 غرام، او ممكن ديروا 3 ديال الباكيات ديال درهم. فطحنتو كما شفتو وغادي نديرو في لاكاسرول. غادي نضيف عليه داك نص كاس ديال سنيده او بالعبار ديال معلقه 4 ديال المعالق كبار، ودوك الساشيات ديال الفلون كاراميل بجوج بيهم. ممكن ديروا حتى غير النكهه ديال الفاني، المهم انا درت الكراميل مع حتى الكراميل مع ديك المذاق ديال القهوه كتعطينا المذاق ديال الكابوتشينو. وغادي نضيف داك القهوه، هذاك الغرف كيهز ليا 280 مليلتر ديال القهوه، وغادي نضيف نص سيترو ديال الحليب. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نديرهم على نار متوسطه مع الاستمرار بالتحريك اكيد، باش ما كت يعني خصني ما نوقفش يدي من التحرك باش ما تكتليش داك الكاطو مع ديك الفلون في داك الخليط. المهم غادي نبقى مستمره بالتحريك مزيان حتى كنحس بها كتبدا تعقد. هانتوما من بعد غادي نضيف داك 50 غرام ديال الشوكولا البيضاء او 6 ديال القطع ديال الشوكولا البيضاء. المهم انا استعملت هنايا كالا، كنبقى مستمره بالتحريك حتى كيذوب داك السكر تماما، عفوا داك الشوكولا تماما، وكيندمج مع داك الخليط وكتبدا تعقد ليا ديك الخليط كيبقي عقد. هانتوما صافي، هنا غادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه هاد التحليه. المهم انا خديت هذا ديال هاد ديك لابيش، دهنتو بالزيت وغادي نصب فيه داك الخليط. المهم مني غادي نصب الخليط غادي نقادها بسباتول الا كانت هكا شي بلاصه ما مقاداش. من بعد غادي نجيب هاد البسكوي وغادي نديرو بهذه الطريقه هكا، غادي يكون الارضيه ديال هاد الحلوه او هاد التحليه. المهم استفدت لي بسكوي بهذه الطريقه هكا. من بعد كندخلو للثلاجه كنخليه تقريبا واحد 4 ساعات. من بعد ما دازت 4 ساعات كنخرجها على هذه الطريقه كما كتشوفوا. خديت هاد السيبوره هذه اللي كنديروا عاده عليها الحلوه او لا جينواز، وفرغت فيها هذيك التحليه وراه كتنزل بسهوله. خديت واحد الطرف ديال الشوكولا ديال اللي تناكلو شوكولاته الاكل، وحكيتها فوق منها كتزيين. ممكن ديروا التزيين اللي بغيتوا فيها، ممكن حتى البودره الكاكاو، لان مع الشوكولا كيمشي معها، مع القهوه عفوا كيمشي مع الشوكولا. ودرت هذا الكركاع بحال هذا الشكل هكا او الجوز. خديت واحد شويه ديال الفويتين غادي نديرو في الجنيبات ديال هذه التحليه بهذه الطريقه هكا. المهم ممكن ديروا حتى الفول السوداني مهرمش او اللوز مهرمش، داكشي كيبقى، او حتى البسكوي كيبقى اختياري، او داكشي اللي متوفر عندنا في المنزل. فكتجي التحليه على هذا الشكل هكا. ودابا غادي نقطع واحد المورسو
باش نوريكم لا تكستور ديالها كيفاش كتجي او القوام ديالها. بسم الله. المهم هاد التحليه هادي راه كتجي روعه. كنتمنى انكم تجربوها وقولوا لي في التعليق كيفاش جاتكم. وكانت هذه هي لا فيديو اللي شاركت معكم هذا النهار. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، واللي باقي ما شارك فكنقولوا فضلا وليس امرا شاركوا ودعموني، وشكرا لكم جميعا. وما تنساوش ديروا لايك للفيديو، وهذا مكان، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.